استمرارا للدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الداخلية وفي إطار مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت الوزارة بتوجيه قوافل مساعدات عينية وقوافل طبية إلى المرضى بالمستشفيات ودور رعاية المسنين ودور حماية المرأة. في إطار تفعيل مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية واستكمالاً للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية بهدف تنمية المجتمع وتخفيف الأعباء عن أفراده، تواصل الوزارة توزيع مساعدات عينية وتقديم مساندة إنسانية لكافة فئات المجتمع. هذه المرة استهدفت الوزارة بمساعدتها المرضى في المستشفيات ودور رعاية المسنين. سيادة الرئيس على الإنجازات اللي بيعملها معانا واهتمامه بالمرأة. دي مش أول زيارة، احنا متعودين دايما منهم ووزارة الداخلية انهم يشرفونا بالزيارة سنويا، يجيبوا هدايا للمرضى، وده طبعا بينعكس على المرضى بتوعنا بشكل إيجابي جدا. وجهت الوزارة مأموريات إلى عدد من المستشفيات وزعت مساعدات عينية على المرضى ممن يتلقون العلاج بها، أمر أدخل البهجة في نفوسهم والفرح على وجوههم لهذا الاهتمام بهم، والسعي الدائم من وزارة الداخلية نحو مساندتهم معنويا ونفسيا على مدار العام. ربنا يبارك فيهم ويخلي الداخلية وسيسي بنشكر وزارة الداخلية على مجهوداتها، وإن هم جم النهاردة في المعهد بتاع الأورام ورفعوا من روحنا المعنوية. وزارة الداخلية أساعدتنا جامد، أنا سعيدة قوي بالهدايا اللي هم جابوها. جزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم، وعايز أقول فعلا تحيا مصر. مساعدات وزيارات جاءت من منطلق الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على تقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة أفراد المجتمع ومنهم المرأة وكبار السن، فكان الحرص من الوزارة على توجيه مأموريات تحمل مساعدات عينية إلى دور رعاية المسنين ودور حماية المرأة تولت توزيعها عليهم، واستقبلها قاطنو تلك الدور بترحاب كبير موجهين الشكر للوزارة على الاهتمام بهم، كما صاحب تلك المساعدات قوافل طبية قامت بالكشف الطبي على قاطني تلك الدور وصرف الأدوية اللازمة لهم والتيسير عليهم في كافة المناسبات. أشكر وزارة الداخلية على المبادرة الجميلة، ونورونا وشرفونا، وأشكرهم في كل مناسبة بيجيبوا لنا من هدايا وأدوية. أنا بقدم كل الشكر والتحية لوزارة الداخلية، النهاردة اهتمت باليوم العالمي للمرأة وجاءت بهدايا عينية ومواد غذائية، كمان جات لنا بقافلة طبية، احنا بنشكرهم جزيل الشكر. احنا ما كناش متوقعين ان وزارة الداخلية تيجي النهاردة، وحضروا إلينا مشكورين ومعاهم هدايا وإشراف طبي وخدمات طبية جليلة، وربنا يوفقهم لخدمة الوطن وخدمة الجميع. هكذا يتواصل الدور الإنساني للوزارة، بل ويزداد يوماً بعد آخر في ظل إيمانها الراسخ بأهمية هذا الدور في دعم وتنمية المجتمع وصولاً لتحقيق حياة كريمة للمواطنين. أول رئيس إنساني الصراحة يحس بالغلابة هو في البلد، بحب أشكره وأحب أشكر اللجنة اللي جت من وزارة الداخلية، صراحة يعني بيدونا أمل في الحياة. شكرين يا رئيس، ألف شكر يا رئيس، ربنا ينصر مصر وينصرها. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.